أحسن الله إليكم. معنا عامر من المدينة المنورة، تفضل. مرحبا، السلام عليكم. والسلام. نعم يا عامر، بالخير يا شيخ، حياك الله. والله خير. نعم تفضل. والدتي كبيرة في السن. نعم. وما يكون لها 4 ابنها توفوا رحمة الله عليهم، وعطتني مبلغ من المال وتقول لي ادفع عنهم، يعني ادفع لهم فديه او صدقه. طيب السؤال عديده يا فضيله الشيخ غفر الله لك. طيب تفضل يا شيخ. ادفع عنهم. وش ادفع عنهم؟ هي تقول اذبح الذبايح، تقول والدتي هي كبيره وتقول اذبح ذبايح، يعني اضاحي. لا تقول ما ذبحت لهم العقيده من الصغار لحد الان. والله اعلم. العقيقه فات محلها يا اخي، لكن تصدق عنهم. طيب الصدقه عنهم تعطي المحتاجين وتنوي ثواب الصدقه لهما، هذا شيء طيب. وفي وقت الأضحية تضحي عنهما، هذا طيب. نعم.